تعالى بقى نعمل فطيرة الجلاش بالفراخ بالقرفة. بجيب كيس من الجلاش اللي أنا بستعمله، يا ريت يكون بلدي زي ما أنت شايفة كده قدامك أهو، وبجيب عندي كوباية من المادة الدهنية السمنة، وبدهن الصينية بتاعتي النظيفة والناشفة، بأكد نظيفة وناشفة كويس. وبعد كده أروح جاية دهناها كويس، دهناها كويس ومن الجناب، خدي بالك من دي. وهبدأ أعمل أربع طبقات، بين كل طبقة وطبقة بحط مادة دهنية، أجيب دي جانبا لحد ما أخلص أربع طبقات. في الأثناء دي بقى تعالى نعمل الحشو. الحشو بتاعها معلقتين زبدة أو سمنة أو زيت، بتحط صدرين فراخ أو صدر فراخ مكعبات، خطواتك كده كلها قدامك. وانت بتجهز الكلام ده كله، هروح جايبه الجلاش بتاعي اللي انا ورقته وفكيت التجميد بتاعه قدامك، هو بيقول لك يا تريكات ويا تفاصيل، واحده واحده كده. عشان هعمل اربع ورقات، بين كل ورقه ورقه بحط ماده دهنيه عشان تورق معايا، وبعد كده بعمل اربع ورقات تانيين واقص، احط الحشو ويكون استوى وابدا اقص مع بعض. لو اتكسرت كده مفيش مشكله، هنعملها خليها في جنب كده عشان نبدا ناخد السليم. تعالى زي ما انت شايف كده قدامك، التفاصيل قدامك اهو. اقلب الفراخ بتاعتي اللي انا بعملها عشان احشي بيها، وانا بعمل الفراخ بتاعتي وكرملت كده زي ما انت شايف كل تفاصيلك قدامك يا جمالك. تعالى باخد ورقه ورقه من الجلاش واعمل اربع طبقات يا استاذ ياسر، بين كل طبقه وطبقه بلمع ماده دهنيه كويس، سمنه السايحه، زيت زي ما انت عايزه، ما توقفيش. عايزه تعملي بالزبده اعملي بالزبده، الماده الدهنيه دي راجعه لك انت، زيت سمنه زبده زي ما انت عايز. اهم حاجه تدهني الطبقات دي كويس عشان تورق معايا وانا بعمل الحشو بتاعك. خطواتك كده كلها قدامك. وبعد كده بتجيب الطبقه الثانيه وبرده بنفس الطريقه اهو. عايزه تعملي ثلاث طبقات خمس طبقات راجعالك، مش ليه انا بقول افكار وانت خد الفكره ووظفيها زي ما انت عايز. اهم حاجه الماده الدهنيه تكون بين الطبقات وبعضها عشان تورق، وفي نفس الوقت الحشو يكون مستوي 50%، ما تكيش عليه قوي زي ما انت شايف كده. حشو الفراخ بتاعتي مكعبات، وعندي الطبقات اللي انا بعملها فاضل لي واحده كمان، واخد الكلام ده اسكنه جوه الصينيه بتاعتي اللي انا دهنتها ماده دهنيه بعد ما غسلتها ونشفتها كويس، عشان لو فيها نقطه ميه حضرتك هتلزق معاكي ومش هتطلع معاكي زي ما انت عايز. فخدي بالك من التكنيك ده والحركات والتكات يا استاذ هيثم. يا استاذه ميسه، يا استاذه ميسه، ايوه ازاي حضرتك؟ صباح الفل يا استاذتنا. بس انا اتمنى انك تجاوبني على ايه، سؤالين. اتفضلي يا هادي. حضرتك لما بتعجن حاجات بميه ساقعه وحاجات بميه مثلجه وحاجات بميه مش عارفه ايه، ايوه احنا متعودين على ان هي ميه دافيه. لا ليه؟ عايزه حضرتك تفصل لي امتى اعمل ده واعمل ده واعمل ده. نمره اتنين لو سمحت، طريقه كريمه للتورته، كريمه البيضة. كريمه زبده ولا كريم شانتيه؟ لا كريمه النبات الزبده. الزبده. بص اول حاجه الطريقه الكلاسيكيه بتاعتنا علشان تعملها على الطريقه الفرنساوي لازم تعملها كراميل ومارينج، وبعد ما يبرد تدي له الزبده، لكن هتبقى صعبه عليك. فانا بقول لك تعملي ايه، بتجيبي كوبايه زبده، يا ريت زبده نيوزيلندي لان الزبده اللي هي النباتي بتوقف في الزور خدي بالك. وفي نفس الوقت بتدي لها نص كوبايه من السكر، تدي لها معلقه زيت، وبتديها اسانس فانيليا، وتضربيها في المكنه قوي لحد ما تبقى كريمه. ضربيهم مع بعض، الزبده مع السكر مع الفانيليا مع سنه الزيت، سنه الزيت دي بتنعمها وتطلع معاكي، تطلع معاكي زي الفل. اما في التكنيك بتاع العجين، التكنيك ده مختلف والمعجونات دي مختلفه جدا جدا. عشان العجينه اللي فيها خميره تكونش بنحط لها ميه ساقعه ليه، ميه متلجه ليه؟ عشان ما نشغلش الخميره اثناء الاعداد. على ما تستريح وافردها، الواجب الخميره تشتغل فين؟ في دولاب التخمير، ما تشتغلش معايا وانا واقف شغال بشكلها، فعشان كده بديها ميه مثلجه. لكن لو انا بعمل عجينه زلابي او ده بديها ميه دافيه لان انا عايز افور الخميره.
لكن المخبوزات والكرواسان والدنس والبتيء لازم ميه متلجه عشان اثناء الاعداد والتحضير والتشكيل الخميره ما تشتغلش، تكون نايمه لحد ما تخش مكان دافي تبدا تنشط مع الرطوبه والحراره بتاعتها. تحت امرك. عندي هنا الفراخ زي ما انت شايف كده غيرت لونها، اديها بصل ناعم، اديها كمان بصل اخضر يا تريكاتك، واديها ثوم مهروس، وادخل كل دول مع بعض، البصل الاحمر والبصل الاخضر والثوم مع الخلطه بتاعه الحشو بتاعه. طب يا عم حسن عملت ايه تاني؟ تعال شوف التركه بقى. اخد بقى الخطوات دي كلها واروح جايه حطاهم في الصينيه كده، تعالى كده استاذ ياسر، حطاهم في الصينيه واروح جايه ظابطه الحروف بتاعتي، اسكن الخليط ده في الصينيه اللي انا نشفتها وحطيت فيها ايه ماده دهنيه بعد ما نشفتها، بعمل لها حرف كده. تعملي بقى ثلاث طبقات اربع طبقات خمس طبقات، دي راجعه لك انت مش انا راجعه لي خالص، تمام؟ اروح جايه ركناها كده واعمل الاربع طبقات التانيين عشان اما الحشو يجهز اصبه واغطي واقص الزيادات. تعالى بقى كده انا بمسح ليه الرخامه يا حسن؟ عشان في سمنه عليها، اما اجي اشيل ورق الجلاش بتاعي ما يلزقش فيها، فخدي بالك من التكنيك ده. زي ما انت شايف كده هعمل برده اربع طبقات وبعد كده هغطي بيها الحشو واقصها واقطعها على 8 واقدمها لولادي. يبقى عندك القوارب بتاعت البتنجان، عندك فراخ تايلاندي، عندك رز خضار، عندك رز كاري، عندك فراخ بالكاري، عندك فطيره الفراخ بالقرفه. احتاري واختاري بين الوجبه اللي تعملها لولادك. انا عملت لك كذا فكره، شوف الفكره اللي تناسبك ايه حسب اللي موجود عندك وحسب امكانياتك برضه. ما تقفيش على حاجه، عودي نفس الكلام ده كله. اهم حاجه اهو طبقات الجلاش البلدي الجميله، واخده سمنه او زيت او زبده حسب امكانياتك. وبعد كده تعال نشوف الحشو بتاعنا بعد ما استوى. حطيت البصل الاحمر والبصل الاخضر وحطيت الثوم، كله دخل مع بعض. يا استاذه هاجر. الو. يا عروستنا ازيك؟ ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا حبيبي الشيف حسن. ازيك؟ نهارك قصه يا هاجر. كويسه. تحت امرك يا جميل. انا عايز اعرف طريقه البيتزا ومكرونه بشاميل. احلى بيتزا واحلى مكرونه بشاميل، البيتزا البيتي ولا البيتزا الايطالي يا هاجر؟ لا البيتزا البيتي. حاضر يا حبيبتي، وطبعا مكرونه بشاميل. حاجه تانية يا حبيبتي؟ لا. تحت امرك يا حبيبتي، حاضر. بعد ما عملت اربع طبقات تحت وحطيتهم في الصينيه، وادي اربع طبقات فوق وحطيت الغطا بتاعهم وجهزتهم، تعالى بقى كده اهو اشوف الحشو. الحشو بتاعي بعد ما اقصر البصل الاحمر والبصل الاخضر والثوم مع المكونات بتاعتي، تعالى بقى اتبله. هتبله يا حسن؟ ملح وفلفل ويا تركتك قرفه وزنجبيل وبابريكا وبقدونس باودر، والتركه المهمه شويه بقدونس اخضر، شويه كزبره خضراء، وعندك سوداني تقطعيه شرايح متحمص. يا جمالك يا عم حسن، كل ده مكونات الحشو وده مكونات الحشو. هتاخديهم مع بعض كده، دخلي كل مكوناتك مع بعض، كل التفاصيل قدامك اهو. وبعد كده تعالى بقى اتاكدت ان حشوي تمام، صينيتي اتاكد ان حروفها واقفه على حيلها كده عشان تاخد الحشو بتاعي، اتاكد من الحروف زي ما انت الاستاذه هي جايبها لك ياسر اهو، كل تفاصيلك قدامك اهو، تمام. اهم حاجه الاربع طبقات التانيين يكونوا جاهزين، وهدهنها ماده دهنيه قبل ما احطها على الحشو. وتعالى يا استاذ ياسر بعد ما كل الاطعمه دي خدت مع بعض البهارات اللي انا حطيتها والريحه طالعه عليا، تعالى ناخد الكلام ده كله نحطه جوه الفطيره بتاعتي. يا تفاصيلك، ادي الفطيره جاهزه كده، ده ايه الحشو بتاعها، تعمليها وتستمتعي بيها. تعالى بقى مكبس، تعالى بقى ناخد الكلام ده كله ونوزعه زي ما انت شايف كده قدامك، عشان اما اجي اقطعها لاولادي اتاكد ان كل حته فيها ايه يا عم حسن، فيها فراخ وفيها الخلطه دي، تمام. تعالى بقى التركه المهمه، لازم ادهن قبل ما احط الطبقات دي، لازم ادهن الحروف اللي بره دي عشان اثبت عليها الوش. خطواتك كده لازم ادهنها عشان اثبت عليها الوش كويس قوي، زي ما انت شايف كده قدامك يا استاذي، والتكنيك قدامك بتفاصيله، مفيش حاجه عدت منك عشان تفهمي
وبعد ما تفهمي تقومي تنفذيها هتطلع معاكي زي الفل. اكبش بقى كده بالمكبس بتاعك عشان لما تيجي تقطعها تلاقيها كلها قطعه واحده. خدي بالك من التكنيك والحركات والتكات. واروح جايه بعد ما كبست كده مسقسقه شويه سمنه فوق كده عشان اثبت الطبقه دي. الطبقه دي زي ما انت شايف قبل ما احطها برضو اروح جايه دهناها سريعا كده السمنه. خطواتك كلها قدامك والقوارب بتاعه البتنجان في الفرن بص عليها عامله ازاي. تعال نغطي كده يا استاذي زي ما انت شايف كده وادخل ده وادخل ده كده. البتنجان قدامك اهو وادخل ده كده 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 مع بعضه عشان اما اقص الزيادات دي. تعالي كده تعالي كده تعالي كده تعالي كده تعالي كده تعالي كده اهو. ثبت الحروف دي على اللي تحت اللي انا دهنتها بالماده الدهنيه. طب هعمل ايه يا عم حسن؟ اجيب سكينه والحرف ده اشيله كده. خدي بالك من التريك اهو. وبعد كده الزيادات دي اعمل بيها ايه؟ تقدري تحشي بيها واحد ثانيه او تقدري دلوقتي تحمصيها في الفرن وتعمليها ام علي. يعني ده تحمصيها وتديها لبن سخن بيغلي وتديها الزبيب وتديها كريم شانتيه وتدخليها تحت الشوايه تاخد جراتان تعملي منها ام علي. خدي بالك من التريكه دي. بعد ما خلاص اتاكدت الكلام ده تعالى بص بقى اروح جايه مثبته كويس قوي الحروف بتاعتي جوه كده. تاكد ان هي ثبتت زي ما انت شايف كده قدامك. بجيب السكينه الحاميه دي وبقطع. خطواتك كده كلها وصلها للاخر وعلى اربعه والربع على اتنين. وبعد كده هلمعها ببيض وميه شويه ميه خفاف وازقها في الفرن على درجه حراره 180 25 دقيقه. تعالى كده شوف يا استاذي عندي واحد اصفر بيض معلقتين ميه اربهم كويس قوي الاصفر بيض مع الميه كده كويس. صينيه صاج يبقى القوارب بتاعت البتنجان اتعملت قدامك بكل التكنيك. الفراخ التايلاندي، الفراخ بالكاري، الخضار بالرز، الرز بالخضار والرز بالكاري. احتاري واختاري بين الوجبات اللي انت عايزاها. تقدري تعملي كمان الفطيره بتاعه الفراخ بالقرفه زي ما انت شايف كده قدامك. المع بيها بس الاصفر بيض بالايه تفاصيلك كده كلها قدامك زي ما انت شايف كده يا استاذي. قطعيها بقى على 12، قطعيها على 8، قطعيها سمبوكسات زي ما انت عايز. التقطيعه دي بتاعتك مش بتاعتي، اهم حاجه تلمعيها كده عشان ندخلها الفرن قدامك على درجه حراره 180 25 دقيقه. تمام. تعالى يا استاذي ندخلها الفرن عشان تستمتع باحلى فطيره فراخ بالقرفه بتركات وحركات الشيف حسن. قدامك التفاصيل. يبقى عملنا ايه؟ بدانا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا امبارح الكيك الانجليزي بطعم الشاي. خدي بالك بطعم الشاي ده احلى حاجه انا بحبه فيها، او بطعم الفانيليا، في مكسرات، في زبيب، او في فروطه مسكره، او بشر ليمون، او بشر برتقال زي ما انت عايزه. احتاري واختاري تعمليه بالشوكولاته، تعمليه بالجزر، تعمليه بالموز زي ما انت عايزه. عملنا لك كذا فكره امبارح اختاري منها واحتاري. عملنا المنيو بتاع النهارده، عملنا الفراخ التايلاندي مع رز خضار، عملنا الفراخ بالكاري مع رز كاري، وعملنا كمان ايه فطيره الفراخ بالقرفه، وعملنا كمان قوارب البتنجان المحشي. الحاجات اللي فاضله عندي في الثلاجه بنقول التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني.